السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنيجي نبص ونشوف نعرف ايه فايدة السيمبوز اللي هي بناخدها مع الاف سي. نروح للسيماتيك مانجر ونعمل انزرت نيو اوبجكت فانكشن. مظهر البلوك ده اف سي 2 هسميه مثلا مثلا تايمر، ماشي، وهقوله برمج لي بالاف بي دي واقول له اوكي. اخش في الاف سي 2 ماشي، هنعمل مثلا اي سيستم او مشروع. هنيجي مثلا نقول 124 اي 124 دوت 0 125 دوت 0، وهنا مثلا اي 125 دوت 1، واخرج لي خد لي الخرج بتاعي على القيوم مثلا 124 دوت 1. هنقدر مثلا ان ده السيستم اللي انا بنيته او السوفت وير اللي انا عملته. نروح نعمل كولينج، نعمل الاول سيف، ماشي. المفروض انا بعمل داونلود عشان ايه؟ انا بعمل سيف بس عشان ما عنديش البي ال سي يونت. هروح للسيماتيك مانجر وهضغط على الاو بي 1. هننزل تحت هنا، هنيجي من اف سي بلوك، هلاقي اتنين اف سي 2 واف سي 1. شوف اف سي 2 مكتوب جنبها تايمر، يبقى انا عندي هنا مثلا لما يكون عندي مثلا شغال في اكتر من حاجة اجي ابص على اف سي 2 افتكر دي بتاعت ايه، بتاعت تايمر. ان انا كنت مثلا عامل، انا كل واحد بقى بيسمي على حسب السيستم اللي عنده او السوفت وير اللي هو عامله ده بتاع ايه. ونعمل لها كولينج. في حاجة تحت هنا اسمها ايه، كول ستراكشر. يجي نبص عليه، هو مدي علامة اكس على اف سي 2 ان هي ديت اللي هو مستدعيها. مدي هنا على مش منشط دي لان هو مش منشط الاف الاو بي 1 او الاف سي 1 مش منشط. اللي منشط عندنا الاف سي 2. طيب في حاجة احنا عايزين نقولها، ان انت ممكن نروح هنا الاول نفتح الاف سي مثلا 1. في احنا ممكن نستدعي، نجيب بقى البروجرام، ان انت ممكن تستدعي اوامر البت، مش لازم من البت لوجيك من هنا، ممكن هنا من فوق. ادي الانت وادي الاور وادي الايكوال وادي ده بلوك فاضي، ممكن نستورد منه جميع الحاجات اللي هنا اللي هو مثلا داش اللي هو امر الشباك او امر الانت او مثلا الكومباراتور اللي هو اكبر من او اكبر من اقل من او يساوي الصفر. ادي كلها، دي كلها اوامر موجودة عندي هنا. احنا بنجيبها من الانبتي دون، هنلاقي ان هو عبارة عن انبوت واوتبوت فقط. يبقى انا ممكن استدعي البيت لوجيك من هنا، من الجنب من هنا او من هنا. طيب في حاجة تانية اللي هي ايه، ان انا مثلا في الاف سي 2 كنت عامل بروجرام مثلا بلغه الاف بي دي، هل ينفع ان انا احولها للغات التانية اللي هي اللادر او السيجمنت ستيتمنت؟ ينفع. اجيش من فيو واقول لي بينها لي باللادر، لا ديت بالسيجمنت ستيتمنت دي. فيو لادر، هنيجي نبص بقى نلاقي ان هو عندي اللادر ما بيستجيبش. ليه ما بيستجيبش؟ عندي اللادر ما عندهوش التقنيه او المميزات ان هو ينفذ لي دايره الاكس اور، وده بكده بيميز السيجمنت ستيتمنت والاف في دي عن اللادر، وبيميز السيجمنت ستيتمنت عن الاثنين التانيين اللي هما اللادر والاف في عن حاجات مميزات هو موجوده فيه يقدر يعمل. طيب هلا عايزين نشوف ازاي بتحول للادر، نشوفها مع بعضنا. فيو بالاف بي دي، همسح دي مثلا واخليها دايره انت، وادي مثلا
هنا غجمية 20.1، ونيجي نحولها لغة الاف اللذر، هنلاقي انها اتحولت عندي عادي، سويتشين موجودين بالتوالي مع بعض، وادي الخارج بتاعنا، عشان الخارج يطلع هنا خارج لازم السويتشين دول يبقوا مقفولين. طيب في حاجة تانية اللي هو كرير، عمل كرير البي ال سي. لو انا عندي البي ال سي شغال بقاله مسافة وانا جيت انزل له برنامج جديد وعايز اتأكد ان انا مش هيبقى فيه مشكلة عندي في الداونلود، بعمل كلير للبي ال سي، بضغط كلير واقول له ايه، اعمل له كلير، انا مش ايه مش مديني من الامر لان ما عنديش بي ال سي. تقدر تعمل كلير للبي ال سي، ادي هنا في اللادر تقدر ان انت تضيف نقطة مفتوحة او نقطة مقفولة براحتك، وتسميها زي ما انت برضو نفس النظام هناك، بيد على دخل معين ان هو مثلا انبوت مثلا اي 124.0، نفس النظام في الاف بي دي. يعني انا مثلا لو خليت دي يعني مثلا اي 124.0، ودي انا خليتها اي 124.1، المفروض ان انا لما احول دي ل الاف بي دي يبقى عندي دايرة اند لها 4 دخل، 3 نقط مفتوحة، 3 نقط متوصلين عادي، ونقطة معمول لها نوت. نيجي من فيو الاف بي دي هلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه، نيجي نحولها لستيتمنت نفس النظام، بيعمل لي اللي هو التيبل ديجرام بتاع دايرة الاند. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، وللقاء في درس اخر، وبإذن الله في الدروس القادمة بإذن الله سوف نقوم بعمل أمثلة وتنفيذها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.